تحية من القلب بوجهها لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطل عليكم يوميا بكل فقرات ومع ضيوفه المميزين. بالبداية بدي أذكركم كون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر إيميل برنامج. يعتبر الفشل الكلوي من الأمراض اللي بتترك أثر سلبي بحياة الفرد والمجتمع لما إلى من تأثيرات اجتماعية اقتصادية كتير كبيرة. من هنا تأتي أهمية التوعية بهذه المشكلة وأسبابها، خاصة الأسباب اللي يمكن منعها والسيطرة عليها بحياتنا. وهذا بيجي هون أهمية دور الطبيب والأعلام للتوعية عن هذه المشكلة والوقاية منها. طبعا موضوع حلقتنا هو موضوع الكلى، حنشوف تفاصيل ولكن خلينا نبلش بهذا الريبورتاج. أمراض الكلى. إن في الجسم كليتان اثنتان، وتقع الكليتان في وسط القسم الأسفل من الظهر، واحدة على كل جانب من الجانبين. تقوم الكليتان بتنقية الدم وإنتاج البول، وهما تزيلان الفضلات والماء الزائد، كما تساهمان في ضبط ضغط الدم وصنع الهرمونات. وعندما تصاب الكليتان فإن من الممكن أن تتراكم الفضلات في الجسم. يعني وجود أمراض الكلى أن الكلى مصابة وأنها لم تعد قادرة على إزالة الفضلات والماء الزائد من الدم على نحو سليم مثل ما تفعل عادة. عادة ما يحدث المرض الكلوي بسبب الداء السكري أو بسبب ارتفاع ضغط الدم. قد يؤدي الداء السكري والضغط الدموي المرتفع إلى إلحاق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة التي تقوم بتنقية الدم، وهي تقع في الكليتين وتدعى باسم الكبيبات. وهذا ما يؤدي إلى عجز الكليتين عن تنقية الدم على نحو سليم مثل ما تفعلان عادة، ويحدث ذلك على نحو بطيء عادة بحيث يستغرق عدة سنوات. تدعى هذه الحالة باسم الداء الكلوي المزمن. لا يسبب الداء الكلوي أي أعراض في مراحله المبكرة، لكن وعلى الرغم من عدم قدرة المريض على الإحساس بالمرض في المراحل المبكرة، فإنه يسبب للجسم أضرارا يمكن حتى أن تؤدي إلى الوفاة. إن فحوص الدم والبول هي الطريقة الوحيدة لاكتشاف المرض الكلوي في مراحله المبكرة. إذا كان المرء مصابا بالداء السكري أو بارتفاع ضغط الدم، أو إذا كان في عائلته تاريخ من الإصابة بأمراض الكلى أو المشكلات القلبية، فإن عليه إجراء الفحوص. وقد يكون الكشف المبكر عن المشكلات منقذا لحياة المريض، كما يمكن أن يساعد في الوقاية من المضاعفات أو في تأخير حدوثها. من الممكن أن يتفاقم الداء الكلوي مع مرور الزمن، وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي والوفاة. ويدعى الداء الكلوي في مرحلته المتقدمة باسم الداء الكلوي في مرحلته الأخيرة أو ESRD، وتتم المعالجة في هذه المرحلة عن طريق الديال أو عن طريق زرع الكلية. يستطيع المريض تقليل خطر الإصابة بالداء الكلوي من خلال الوقاية من الداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو من خلال حسن تدبير هاتين الحالتين وحسن التعامل معهما. من الممكن أن ينجح المريض في الوقاية من الداء السكري وفي التعامل معه من خلال المحافظة على الوزن الصحي والنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية. يستطيع المريض المساعدة في الوقاية من ارتفاع الضغط الدموي وفي التعامل السليم معه من خلال المحافظة على الوزن الصحي وتقليل تناول ملح الطعام وتخفيف الشدة النفسية وممارسة التمارين الرياضية. إذا كان المرء مصابا بالداء السكري أو بارتفاع ضغط الدم أو بالداء القلبي، أو إذا كان لديه تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكلى، فإن عليه أن يستشير الطبيب فيما يتعلق بإجراء الفحوص، وقد تكون المعالجة المبكرة مفيدة للمريض. إذا كان المرء مصابا بالداء الكلوي فإن عليه أن يستشير طبيبه فيما يتعلق بسبل المعالجة المناسبة لحالته. مثل ما بنعرف الوعي والوقاية الصحية ضرورية عند كل مواطن وكل مريض عنده مشاكل ممكن تعرضه لمضاعفات خطيرة. كيف إذا كان هالمشاكل هي مشاكل مزمنة ما نتعايش معها لفترة كتير طويلة بحياتنا؟ اليوم الهروب ونتخبى وراء إصبعنا هي مشكلة بحد ذاتها اللي بتخلينا عن جد نوصل لفشل، وفشل كتير كبير إن كان على صعيد فرد أو مجتمع أو حتى طبيب أو حتى كل الأشخاص المعنية بهيدا المجال. كل تفاصيل حلقتنا هي ضمن انترفيو.
بيصير نستضيف بحلقه اليوم معي بالاستوديو دكتوره صبا كلاب. اهلا وسهلا فيك دكتوره. حضرتك اختصاصيه امراض كلي والضغط الدموي. اليوم دكتوره حلقتنا حلقه توعيه. اخترت هذا الموضوع لحتى نفوت بتفاصيله، لانه قد ما بيكون في وعنا وعي على مخاطره، قد ما نحن منجرب، قد ما فينا نتوقع او حتى نستشير الطبيب عند اي عارض نحن ممكن نشعر فيه او اي تغير نحن ما كنا نشعر فيه من قبل. اليوم مشكله الكلي هي مشكله حقيقيه عم بيواجهها كتار من الناس، وخاصه مثل ما شفنا وسبق عند الاشخاص اللي عندهم داء السكري وامراض الضغط المرتفع. اليوم هيدي هي حاله من الحالات يلي بتطرح علامه استفهام كتير كبيره على قد ايه لازم تكون دقيقين بالارشادات وحتى المتابعه مع المريض، قد ايه الطبيب المريض لازم يكون عن جد مقتنع انه مشكلته هي مشكله ممكن يكون لها عوارض جانبيه كثيره ممكن تؤدي الى وفاه او مضاعفات خطيره. معي بالبدايه شفنا ريبورتاج، ولكن لابد نرجع نسلط الضوء اكثر على الموضوع ونعرف حقيقه اللي ما تابعونا بهالريبورتاج يعرفوا شو اهميه وظيفه هالكلوي اللي عندنا وموجوده هالكليتين الموجودين. اول شيء بدي اتشكرك واتشكر تلفزيون اي ان بي لانه سلط الاضواء على موضوع كثير كثير مهم يلي هو الوقايه. صحيح. من امراض الكلى لانه الامراض الكلى لسوء الحظ ما بتعطي كثير عوارض. صحيح. الكلوي مثل ما شفنا نحن عندنا كلوتين بالجسم، كلوي على ميله اليمين وكلوي على ميله الشمال. والكلوي هي من اهم الاعضاء بالجسم. ليش؟ لانه عندها وظيفتين كثير مهمين. بتفلتر الجسم من السموم الزائده، سموم يلي اكيد بتفرزها الخليه من الميتابوليزم الزايد او يلي بناكلهم. وثانيا التوازن. توازن يعني توازن الضغط الدموي. يبقى الضغط كل الوقت نورمال، والتوازن بالملوحات بالالكتروليت والمي. وثالثا عندها وظيفه مش كثير معروفه يلي هي بتفرز هرمونات، يعني هي غده عندها وظيفه غده بتفرز هرمونات تتخلي الخلايا الدم تتفبرك، يعني okay. بلا الاريتروبويتين بصير في عندنا فقر دم. وثانيا بتنشط الفيتامين دي اللي هي كثير مهم للكالسيوم وهشاشه العظم. مش القلب يلي بيرجلش ضغط الدم. ميرسي على السؤال، لانه اكثريه العالم عندهم هالفكره انه الضغط بيجي من وراء مشكله بالقلب. هو الكلوي لانه حكينا عن هالوظائف، الكلوي هي المسؤوله عن ترجلج الضغط، هي يلي بترجلج مثل ما قلنا الملوحات المي والهرمونات، وحتى بترجلج السيستم سيمباتيك يعني النير يلي بيأمر القلب كيف بده ينبض وكيف عضله القلب بدها تضخ ضخ الدم على الجسم. اوكي، يعني هذا خطا شائع عند الناس اللي بيعتبروا اذا انا قلبي صحي سليم ما في اي مشاكل يعني انا ضغطي منيح. مش ضروري ابدا، مزبوط انه الضغط بيقدر ياثر على القلب، او اذا في عنا مشكله بعضله القلب بيقدر الضغط يكون واطي، بس مش العكس. شو مشاكل ممكن سريعا نواجهها بالكلوي دكتوره يلي هي بارادتنا او خارج عن ارادتنا؟ المشاكل يلي بتؤدي الى الكسل. نعم. من اكثر المشاكل الصحيه اللي بتؤدي الى الكسل يلي هي رقم واحد من الاسباب الفشل الكلوي هو داء السكري. أوكي. بيجي من بعدها ارتفاع الضغط الدموي. أوكي. وغير اكيد في كثير امراض أخرى. امراض ما رح نفوت فيها، امراض الشرايين او المناعه. او كل شيء بدق بمصفايه الكلوي. كل شخص عنده تاريخ عائلي سيء بقصه الكلاوي بيكون هو معرض انه يكون عنده مشاكل بالكلى؟ نعم اكيد. هلا اكيد حسب اي مرض، مرض المناعه، الامراض المناعه يلي بتدق بالمصفايه الكلوي بيكون الاولاد عندهم استعداد. التكيس، امراض التكيس او بوليسيستيك كيدني ديزيز. صحيح. كمان بيكون عندهم شانس 50%. نحن وقتها بنشوف الاهل لعمر بنشوف اولادهم كمان بنشوف اولادهم عمر 18 بنشرح للاهل انه ايه معقول يكون في عندهم ريسك يعملوا هالتكيس. اذا الاهل عندهم مشكلة السكري، ونحن كلنا نعرف انه السكري معقول يكون والضغط الدموي معقول يكون الاولاد على عمر يمكن شوي صغيرة ابكر من اهلهم يبين عندهم نفس المرض. طيب لما نحكي عن مشاكل بالكلى بنحكي عن مشكلة بالكلوتين او بكلوة واحدة، ومثل كأنه ربنا ناعم علينا اذا صار في تخربطات بكلوة في كلوة بتدافع يعني. يبلي. يعني ما فينا نعيش بدون قلب بس فينا نعيش بدون كلوة لانه عندنا بديل.
عندنا بديل مظبوط. نحن عندنا كلوتين بالجسم، يعني اذا لا سمح الله صار في اي مشكله بالدق بالكلوه ان كان بالشرايين او بالمصفايه، الكلوه الثانيه بتقدر تحمل عنا. أوكي. الا اذا لسبب من هالاسباب الكلوه نحن مش عارفين انه في عندها اصلا مشكله اساسيه، نكتشفها اذا هيدي الكلوه الثانيه وقفت. اوكي. وقفت يعني اذا اجتها بحصه، اذا اجتها جلطه بالشريان، عادة ما لازم يصير في ارتفاع بالزلال ويوقف شغل الكلوة. نعم. بهالحالة بنشوف الكلوة الثانية. اوكي. دكتورة بدي افسر، المفروض احكي عن ارتفاع ضغط الدم واحكي عن السكري، بالنسبة للكلاوي خليني احكي شوي عن قصة التهاب البول والتهاب الكلى. اليوم بتختلف كثير الاسباب، ما هيك؟ نعم. والعوارض. العوارض متغايرة أكيدة، يعني إحنا وقت نحكي التهاب بول. أوكي. التهاب البول اللي نحكيه عادة صار معه شائع، في التهاب المثاني أو سيستايتس. أوكي. عند النساء هو شائع أكثر من الرجال. صحيح. وفي الالتهاب يلي بنسميه التهاب الكلوة يلي هو أكثر خطورة. هو التهاب بالكلوة مش بالمثاني. والعوارض أكيدة مغيرة. العوارض الالتهاب الكلوي اولا بصير في عنا وجع بالظهر، حراره قويه، حريق بالبول كمان لانه هيدا التهاب بول. الكلوي هي عم بتفبركن للبول. اما التهاب المثانه بحس المريض مثل حريق، تقطيش، انزعاج. واكيد بتفرق من مريض لمريض ان كان التهاب المثاني او التهاب الكلى. طيب على طول في ناس بتقول انه التهاب البول وصل لالتهاب الكلى او التهاب الكلى وصل لالتهاب البول، هن هالقد مرتبطين ببعضهم؟ مزبوط. الالتهاب المزمن ويلي ما بنعالجه بطريقه، يا ما بنعالجه بطريقه مزبوطه، او ما عم نشوف ليه عم بيصير في التهاب مش طبيعي، الشخص يضلوا يعمل التهاب. صح. يمكن عنده تشوه خلقي بالمجاري البوليه. صحيح. يمكن عنده كلوه وحده او صحيح. مجريان على كلوه وحده، ونحن مش عارفين. كل مره بنعطي بهالمضادات الحيويه الانتي بايوتكس بنعطيهم، يمكن بيعمل بحص، عم نعطي كل السيناريو اللي بنشوفه بالكلينيك. ايه الالتهاب المزمن اكيد هو من الاسباب الشائعه للكسل الكلى يلي بيقدر يتطور لفشل الكلوي. يعني دكتوره نحن اي عارض نحن بنشعر فيه من اللي حضرتك ذكرتيه من شوي نحن لازم نستشير طبيب ولو استشاره. اكيد. يعني أكيد. ما لازم نبررهم لانه ممكن تكون شغله كثير صعبه مفكرينها كثير هينه ونبررها، وفيها تكون كثير سهله بس فينا نتفاديها للمره الثانيه وما توصلنا لمشاكل ثانيه. 100%. اي مشكله صحيه ان كانت كلى او غير كلى لازم نشوف الطبيب. حتى اليوم لانه نحن بنعرف اشخاص كثير بيقولوا ما بتوجعني كلوتي، يعني طالما نحن الشغله ما بتوجعنا مثلا مثل راسي مثل ضرسي مثل ايدي، يعني هيدي الشغله كثير منبعده عنا وكانه نحن ما عندنا مشكله فيها، وهذا اللي بخبي لنا كثير من الامراض. 100%. ما في هالنقوص الخطر. ايه يلي بيوجع المريض ان كان ضغط او سكري او الكسل الكلى. قبل ما فوت احكي عن الضغط الدكتوره والسكري خليني بس اسال سؤال قبل ما توقف مع الفاصل. فضل. هو قصه اليوم تشخيص الكلى، يعني انا على صحه السلامه بما يكون عندي اي مشاكل، شو الاشياء الاساسيه لازم انا اعملها تضلني عارفه انه انا بوضع سليم، ما عندي اي مشكله ممكن تخليني اتقدم شوي بمشاكل مرضيه؟ اكيد الوقايه. أوكي. الوقايه اللي هي كثير مهمه. الوقايه من الادويه، في انواع ادويه كثير مضره ناخذها اوفر ذا كاونتر اللي هي انتي انفلاماتوار نشتريها للوجع، بس نحن مش عارفين انه غير انه بتضر بالمعده، بتعمل نزيف معده، بتضر كثير بالكلى، بتعمل سبب للفشل الكلوي. انواع اعشاب ناخذها، اعشاب صينيه ناخذها بطريقه. ثالثا الستايل اوف لايف، يعني نحن الحياه كيف منعيشها، البدانة، قلة الحركة، قلة شرب الماء. صحيح. أي التلوث. التلوث في حدا ما بيشرب ماء. طلعت فيك ما حكيت شيء. التلوث البيئي. كمان التلوث البيئي. تلوث الماء بالألومنيوم والكادميوم كلهم هودي بيأثروا، عدم الرياضة. واكيد الضغط والسكري اللي حكينا عنهم مطولا. رح نتوقف دكتوره كلاب مع فاصل، من بعدها حنرجع نحكي نفوت مباشره بقصه الضغط والسكري.
عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجلة الصحية مع ضيفتنا دكتورة سيبا كلاب. أهلا وسهلا فيك من جديد. حضرتك اختصاصية أمراض الكلى والضغط الدموي. موضوع حلقتنا هن المشاكل بتؤدي إلى فشل الكلوي يلي شائعة أكثر يلي رح نحكي عنها، لأنه ساعتها بدنا نقسمها حلقات كثيرة تنقدر نفوت بكل هالأمراض يلي هي كثيرة. الأهمية بالبداية اللي وضحتيها دكتورة هي قديش لازم يكون في وعي وتشخيص مبكر لكل الأشخاص اللي عندهم هالمشاكل هيدي، أول يلي في بعائلتهم حدا تعرض صحيح لمشاكل كلوية. اليوم دكتورة الشغلتين اللي كتير مهمين وأساسيات اللي لازم نركز عليهم ليكون في توعية أكثر عند الناس هي قصة الضغط وقصة السكري. خليني بلش بقصة الضغط. اليوم تتهم الكلوة بأنها بتعمل ضغط ويتهم الضغط أنه بيعمل مشاكل بالكلى. واليوم نحن بنعرف إذا نحن شخصناها مزبوط وإن كانت المشكلة من الكلى أو من الضغط فينا نحلها طالما في اليوم علاجات متوفرة ومتابعة متوفرة. شو هي قصة الضغط وتأثيرها على الكلى؟ هلأ مزبوط مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنه الضغط بيأثر على الكلوة والكلوة بتأثر على الضغط. كيف يعني؟ اولا الضغط يلي هو مرض ومرض شائع جدا، يعني بالولايات المتحده تقريبا 30% من العالم عندهم مشكله هالضغط، يعني ما لنا مزحه، رقم كثير كثير عالي. هو السبب الثاني لفشل الكلى. كيف بيعطي فشل للكلى؟ بيقدر ياثر على الشرايين الصغيره جدا، ما هي الكلوه مثل كبكوب من الشرايين، بتصفي الدم، بتصفي كميه كثير كبيره من الدم. يعني على كل ضخه من ضخات القلب تقريبا 20% من الدم بده يتفلتر. بده يتفلتر بالكلوه. تخيلي اذا عندنا مشكله ضغط عالي لاي سبب من الاسباب، هو الضغط المرتفع بحد ذاته بياثر، ببلش ياثر على الشرايين الصغيره تبع الكلوه وبيعطي تصلب فيها مسميها نيفرو أنجيوسكليروز. ومع الوقت مع السنين بيوصل الى كسل وحتى الى فشل. طيب خليني اوضح شغله. مجرد انا صار عندي ارتفاع ضغط دموي مزبوط. يعني انا بلش هالشيء ياثر على كلوتي مباشره، مش انه انا مباشره. اوكي، يعني مش ضروري انا انطر سنين لحتى يكون عندي ببلش ضغط. من اول مزبوط ببلش الضغط يضخ الدم بطريقة أصعب، تتصلب الشريان وبصير الكلوة تهرب البروتينات، وما لازم أصلا هي تهرب البروتينات. والعكس صحيح، يعني نحن أي مريض عنده كسل بالكلى هو عرضة أنه يصير عنده ارتفاع بالضغط. ليش؟ لأنه بذكر على السريع أنه الكلوة هي كمان من وظائفها أنه ترجلج الضغط. إذا عندنا كسل بالكلى دونك المريض عنده ريسك انه يعمل ارتفاع بالضغط وبصير لوب فايس فيرسا سيرك. صحيح، يعني بدنا نكسره لهالسيرك، نظبط الضغط تما ياثر على الكلوه ونفس تلاعب بالضغط. نعم، يعني نهارين ضغط عالي نهارين ضغط واطي، رجلجت ما رجلجت، قديش ممكن يزيد من تفاقم مشاكل الكلى؟ بيقدر يزيدها بسرعة جدا لأنه الضغط لازم يكون مستمر، خصوصا إذا عنا هالضغط عم بيعلى وعنا مشكلة أساسية بالكلوة. يعني الكلوة ما عم تقدر تساعد تترجلج الضغط. يعني الشرايين ساعة بيجيها ضغط كتير عالي وساعة بيجيها ضغط كتير واطي، شرايين الكلوة عم بحكي، رح تتأثر أسرع بكتير. طيب مجرد أنا يطلع عندي ضغط اكتشفته نعم. عند الطبيب، مع انه في بنعرف احنا الخوف من البلوز بلانش ممكن هيك، بس اكتشفت انه رقبت واكتشفت انه انا عندي ضغط. اوكي، من هيدي اللحظه اللي انا عنديها ضغط، انت بتعالجيني كضغط او في فحوصات وتشخيص لازم تعمليها تتاكدي من وين جاي الضغط وشو اسبابه؟ هل اول شيء بتقدري تفرقي بين الكلوه اذا الكلوه هي السبب الاساسي او الضغط هو السبب الاساسي؟ اولا بدنا نحكي عن ضغط، شو هو الضغط؟ يعني في رقم، صح، في رقم وحسب العمر. يعني وقت بنحكي الضغط العالي فوق ال 14 والضغط الواطي تبع القلب الشائع بنحكي عنه فوق ال 9، يعني ايه عندنا مشكله بالضغط. ومش من اول مره بيجي لعنا على الكلينيك بناخذ ضغط بيكون 14 على 9، لا، بدنا نتاكد انه عن جد هالضغط عم بيكون يا مستمر عالي يا عم بيمرق بفاز عم بيعلى بالليل. وهذه الوسيله يا بنركب اله الهولتر 24 او مطلب من المريض ياخذ له ضغطه كذا مره يقيدنا يهون على ورقه. هلا في حال عندنا ارتفاع بالضغط، اولا بدنا نتاكد تاثيره على الكلوه، يعني بدنا نعمل
فحص للبول. يعني دغري بتفكري بالكلوي، هذا اللي بدي اقول. دغري اكيد. أوكي. اكيد اكيد. أوكي. ان كانت هي السبب او ان كانت هي الكونسيكونس. فاذا لازم يتعالج عند طبيب ضغط مش عند طبيب مثلا قلب. من الافضل طبيب كلي مش طبيب تاني مثلا. من الافضل تكون مع طبيب كلى، مع طبيب كلى، لانه دغري انت راح تفكري بالاشياء اللي بتخصك او بتخص اختصاصك مباشره يعني 100%. وبحب الفت النظر انه في بورسنتاج كتير قليل بنسميها هايبرتنسون سيكوندير. سيكوندير يعني ما كتير بيفكروا فيها غير الاخصائي. يعني وقتها بيجي تفرق من مريض لمريض. وقتها بيجي شاب لعندي على العيادة عمره 20 سنة، مش طبيعي يكون ضغطه كتير عالي. صحيح. يعني انا بدي فتش شي بياند الكلوي وشرايين الكلوي، الغدد، الغدد السيرينال، الغدد التيرويد. يعني بنعمل ورك اب كتير كبير. مشان هيك كتير مهم انه نعرف شو هو السبب اللي خلى يصير في ارتفاع الضغط اذا قدرنا. بس ب 90 او 95% بنسميها اسينشال او برايمري، خصوصا بالبلداننا هون عندنا استعداد، عندنا استعداد كتير كبير للضغط، خصوصا اذا في بالعائله استعداد للضغط. نحن نكون ريسك اكبر. قبل ما انقل على موضوع السكري خليني انتهي بسؤالين بس عن الضغط. اليوم اذا كان مريض عنده ضغط، في توصيات خاصه لإله تا يتفادى الفشل الكلوي على المدى البعيد، مزبوط؟ اكيد. طيب اليوم في هالادويه اللي بتتاخذ، ادويه الضغط اللي هي مختلفه وحسب كل حاله وكل هول وحسب اذا بتوافق او ما بتوافق، هل هي قادره حقيقه تعمل تصير الكلوي ستيبل بدون ما يتقدم هالفشل هيدا اذا ثابرنا على اخذ الادويه بطريقه صحيحه؟ اولا مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الضغط اذا كان خليناه نورمال كل الوقت هو بحد ذاته بخفف ريسك انه نوصل على الكسل الكلى. وثانيا في انواع والدراسات اثبتت انه في انواع ادويه بنسميها ايس انهبيتر او اي ار بي اثبتت الحمايه لعضله القلب والحمايه للكلى للزلال الكلى. نحن بنفضل نستعملها لانه بتبين انه بتخفف انه يبين المرض لبعدين. اوكي. يعني اليوم اذا اخذنا الدواء بطريقه سليمه صحيحه نحن قادرين نحمي كلوتنا. مزبوط. شو قصة البدانة يلي بدانة بتأدي للسكري والسكري بيأدي إلى فشل كلوي؟ مرسي لأنه طرقتي على الموضوع، لأنه السنة الورد كدي داي النهار العالمي للكلى، الموضوع هو عن البدانة وفشل الكلوي. ليش؟ هلأ نحن بنعرف أنه البدانة بالسندروم ميتابوليك بيجي مع الضغط، بيجي مع السكري وتريجليسيريد، كوليسترول، كلهم مع بعضهم، وهودي كلهم هن من الأسباب يلي بيأدوا لأذية الكلوي. صحيح. ولكن اللي ما بنعرفه أنه البدانة بحد ذاتها ريجاردلس أنه يكون عنا كل هوديك الأمراض، البدانة بحد ذاتها هي السبب من أسباب الكسل الكلى وأمراض الكلى. رح يسألوك ليش دكتورة؟ ما في لا فيها مشكلة ضغط ولا فيها ما بعرف شو وزن زائد ودهون. طيب خلينا نحن نتخيل هالكلوة الصغيرة نسبيا عنا إياها 12 سنتيمتر يلي عم بتصفي 20% من يعني 180 لتر بالنهار. نحن عم نصفي كمية الدم وعم نحملها 100 كيلو زيادة، قديش بده يصير في ضغط على هالشرايين الصغيرة يلي رح تتصلب بسرعة. يعني البدانة هي بتتعب الكلوة، بتتعبها كتير. اوكي. يعني مش بتتعبها وهي من سبب كسل الكلى. أوكي. من سبب كسل الكلى. وقصة السكري لأنه مرتبطة كمان بالبدانة. ايه اكيد. يعني هسه كلها سندروم ميتابوليك. هلا برجع بذكر انه اول سبب من اسباب الكسل والفشل الكلوي هو داء السكري. لانه سوء الحظ ده السكري مش بس بيضرب الكلى، بيضرب الكلى بالاخر. بيضرب، بيعمل جلطه بدماغ، بيعمل القلب، بيعمل مشكله بالقلب، بيعمل مشاكل كتير كتير. كيف بيأثر؟ يعني هل مريض مثلا السكري هل بيقدر يشعر بمشاكل الكلاوي؟ يعني هذا قصدي، او بتأثر على الشرايين الصغيره على المدى البعيد؟ المريض يلي عنده سكري اولا ما بيعطي اي وجع للكلوي. اوكي. ولا بيقدر باول مراحل ما بيعطي او ما بيشعر فيها. ما بيعطي وجع. أوكي. الا اذا كان في التهاب بالكلوي مثل ما قلنا. أوكي. التهاب بالكلوي. حتى اذا صار في التهاب بالكلوي عند مريض عنده سكري منه يا منه متحكم للسكري او منه المخزون كتير كتير عالي، ما بيقدر يحس بالالتهابات. حتى
دونك السكري بيضرب الشرايين الصغيره، شرايين صغيره مثل ما بيضرب شرايين العين بيضرب شرايين كمان الكلوي. بتبين اول ما بتبين اكيد مش على العين المجرده بنشوفها، بتعطي تهريب من البول. هيدي اذا بنقدر نلقطها الطبيب بالمتابعه بيلقطها على بكير سيرفرسيبل، يعني بنقدر نصححه فيها. بس ما في علاج للكلوي، في وقايه للكلوي. يعني مثل ما في علاج للسكري على المدى الطويل، هل في علاج بالمقابل للكلوي؟ يعني انا في اخذ علاج لاحمي كلوتي، يعني للكلوي مباشره مش للسكري وبيحمي لي كلوتي، او للضغط وبيحمي لي كلوتي. العلاج العلاج بالكلوي هو الوقايه، والوقايه هي افضل من قنطار علاج. بس دكتوره كتير من الناس بيقول لك عم نتوقع وماشي حالنا وكل هولي، بس عندنا مشاكل، يعني عم في تقدم بمشاكل الكل الموجوده عند الشخص. يعني هلا برجع بشدد كمان على اللايف ستايل، يعني نحن الحياه كيف بنعيشها، هل نحن عم نعمل رياضه، هل نحن ضغطنا على طول مرقلش، يعني عم نراقب مع طبيبنا، هل مخزون السكري عم بضله مرقلج منيح، يعني السكري مرقلج. اذا ما عندنا بدانه يعني وقار فت، ما عم ناكل ملح كثير، يعني ما كان في كثير كثير عوارض تقدر تزيد تزيد هلا الكسل. يعني تلقائيا بس تكتشفوا اذا عنده ان كان ضغط او كان عنده داء السكري او كان عنده حيلا مشكله ممكن تؤدي الى فشل كلوي. هون في نظام غذائي صحي لازم يتبعه المريض، لانه بنعرف في انواع من الاكل هي بتزعج الكلوي كمان. هلا النظام الغذائي لازم يكون للكل، ما بننطر تيصير في عنا سكري تيصير في عنا بس مش مريض الكلوي مثلا الكلوي ممنوع ياكل كثير لحم. في هلا ممنوع ياكل كثير لحم، هيدي خلينا نقول 100 شوي صغيره. أوكي. يعني الكميه بكميه معقوله، يعني عم نحكي كذا كيلو كذا كيلو. اما المضبوط اللي حضرتك قلتي وقتها بصير في عنا كسل متقدم، صح؟ يعني عم نتقدم، صح؟ يعني هل 15 او 30% مش ناقصها نزيد عليها بروتين، يعني نتعبها ويصير نفس السيستم والميكانيزم مثل البدانه نفس الشيء، عم نعطيها نحن بروتين، عم نعطيها بروتين تا عم تعبها، ما هي بدها تفلتر، ما هي عم بتفلتر الكلوي، تفلتر تفلتر تفلتر، اخر شيء هل في بده ينخزق وبصير بروتين يروحوا بالبول يتسربوا بالبول. نعم. اوكي. يعني اليوم بتخيل قد ما تكون نصايح الطبيب متاخده بعين الاعتبار، قد ما انا بحافظ على ارتفاع ضغط سليم، على سكري ستيبل، وعلى كلاوي صحيه. مزبوط. طيب دكتوره اليوم انا ما رح احكي عن البدانه كثير، لانه حاليا ليوم العالمي للكلى تعمل حلقه كامله ومتكامله عن هذا الموضوع، ولكن خليني احكي اليوم اذا بدي اتوقع انا شخص المريض السكري وشخص مريض الضغط، اليوم شو الاشياء الاساسيه المبدئيه اللي لازم يتبعها تيوصل على كليتين متوازيتين؟ اولا بده يتوقع على الامراض، يعني امراض السكري والضغط بده يكونوا مرقلجين متابعين من الطبيب. مرقلجين متابعين، لانه فيكون هو حاسسهم مرقلجين بس ما يكون مرقلجين اكيد. ولسوء الحظ ما بعدنا عم نقول صح انه الضغط، ارتفاع الضغط الدموي اللي هو مرض بنسميه المرض القاتل الصامت، القاتل الصامت ما بيعطينا ولا اي عارض. صحيح. والسكري كمان، السكري بيقدر يضرب العين، بيقدر يضرب الاجرين، حتى بنوصل لبتر بالاجرين. صحيح. وبيضرب الكلوي بالاخر. صحيح. ما بحس مريضنا بشيء، لا افضل يتابع مع طبيب السكري ويتابع مع طبيب الكلى. صحيح. الكلى شددت الكلى. الكلى. رح ننتقل سريع لاخر فقره اللي هي طبب نفسك والنصيحه الاخيره بتعطيها للمشاهدين. تيك هوم مسج، شو بدنا نقول للمشاهدين؟ الوقايه خير من قنطار علاج. اشربوا مي، اشربوا مي، خففوا ملح، وعندكم الماسه بجسمكم يلي هي الكلوي، وحافظوا عليها تما نخسرها. دكتوره بس كمان اوقات كثير نحن بشربنا المي الزائد، وخاصة الناس اللي بتفكر إذا شربت 3 لتر صبح على الريق، هذا الشيء كمان ما بيتعب الكلوي، هو خطأ شائع بيستعملوه الناس. هلا الشيء الكثير مهم ومسيانك يعني ذكرتيني وما حكينا عنه هو المي، حكينا صح. عنه بأول الحلقة. صحيح. شرب المي كثير مهم، كثير مهم لأنه بخفف الالتهابات، بس ثانيا لازم يكون شرب المي بطريقة معقولة ومقسم، معتدلة ومقسم كل النهار، وأكيد إذا نحن ببلدان حارة جدا وعم نخسر صح. هالمي من الجسم بالعرق بنشرب كمية أكبر،
او عند الرياضيين يلي بيعملوا رياضه كذا ساعه وبيخسروا مي والميتابوليزم تبعهم بيعوزوا، لا اكيد لازم يشربوا بطريقه معتدله كل النهار. كل الاشخاص اللي بيعملوا ووتر ريتنشن لازم يروحوا يشوفوا طبيب كلى. هلا الووتر ريتنشن شو معناته ووتر ريتنشن؟ احتباس السوائل بالجسم. لا شو معناتها كطبيا؟ ميرسي. شو معناتها كطبيا؟ فيها تكون ووتر ريتنشن من وراء الكلوي، من وراء الغده، من وراء الغده، فيها تكون من وراء الاوفريز، فيها تكون يعني ووتر ريتنشن المبيد من الغدد، هي اكثر شيء من الكلاوي، فيها تكون من الكلاوي. يعني اكيد كمان لازم نتوقف عندها ونستشير طبيب 100%. يعني كيف ما برمنا وكيف ما جينا حتزهقوا منا، ما بنخوف، استشيرونا. شكرا لك دكتوره سيبا كلاب، شكرا لحضورك ضيفه بالمجله الصحيه. على امل طالما اختصاصكم في كثير من المواضيع، في كثير مشاكل ما تطرقنا لها لانه ما عندنا الوقت الكافي، ولكن نوعد المشاهدين ان شاء الله يكون عندنا عده حلقات نحكي فيها عن مشاكل مرضيه بتخص مباشره الكلوي وكيفيه الوقايه منها وعلاجها. شكرا لك، برجع بسكر حضرتك اختصاصيه امراض الكلي والضغط الدموي، بتمنى لك بقيه نهار ممتع. ميرسي مشاهدينا، لهون بتنتهي حلقتنا. بدي اذكركم كون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم.